أجندات مختلفة حملها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وهو عائد من العاصمة الأمريكية واشنطن بعد زيارة استغرقت أسبوعاً ضمت العديد من اللقاءات والمباحثات حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية وكذلك الثقافية التي تصب في مصلحة العلاقات الثنائية بين الجانبين وتهدف إلى الارتقاء بالعلاقات مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة، كما تضع العراق على مسافة أمان واحدة من جميع الأطراف المتنازعة في المنطقة. على الصعيد العسكري والأمني ونقلاً عن البنتاغون، تم التوقيع على بروتوكول عمل مشترك بين العراق والولايات المتحدة بشأن صفقة عسكرية مزمعة بقيمة نحو 550 مليون دولار، إلى جانب بحث الجهود الجارية لتأمين مواقع في أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان في مواجهة التهديدات الجوية. من جانبه أكد العراق على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة بما فيها تفعيل دور الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين لغرض حسم الوجود العسكري الأمريكي في العراق ونقل دوره من المهام القتالية إلى المهام اللوجستية، وهذا ما نوه عليه السوداني أكثر من مرة في المؤتمر الصحفي المنعقد في واشنطن في خضم برنامج تلك الزيارة. على أصعدة أخرى، شملت المباحثات التي أدرجت ضمن برنامج زيارة السوداني لواشنطن العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية والعلاقات الاقتصادية والأمنية والثقافية، لذلك نظرت القوى السياسية العراقية لنتائج هذه الزيارة بعين الحذر، إذ أن نجاحها وفق مراقبين يعني انتقال العراق من مرحلة إلى مرحلة جديدة، خصوصاً مع وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. بالمقابل، فإن واشنطن عدت الزيارة خطوة استراتيجية في وضع العراق على طريق الاستقرار السياسي، خصوصاً مع الاستقرار الأمني في البلاد الذي انعكس على الوضع السياسي وتفعيل ملف الاستثمار والمشاريع العمرانية الكبرى، مما يشجع الشركات الأمريكية على الدخول إلى السوق العراقية في مجال الطاقة والكهرباء والبنى التحتية الأخرى. في ذات سياق محاولة العراق ضبط بوصلة التوازن في المنطقة الإقليمية، يعد قدوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد اليوم في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد ضرورة حتمية سيتم خلالها توقيع العشرات من مذكرات التفاهم في مختلف الجوانب بين بغداد وأنقرة، تتضمن المذكرة الإطارية الاستراتيجية للتعاون بين البلدين على مستوى الأمن والمياه والاقتصاد والطاقة والنقل، حيث أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعمال هذه الزيارة، وستكون أربيل هي المحطة التالية التي سيمر منها أردوغان لحل القضايا العالقة بين البلدين اللذين تربطهما حدود ومصالح مشتركة لا بد من تسويتها.